أصدقائي المشاهدين، فقرة موسيقى تصويرية النهاردة بنعرض فيها لفيلم أصبح بحق من كلاسيكيات السينما المصرية والعربية بالتأكيد. مش بس كفيلم كدراما وكتمثيل وكإخراج وكإلى آخره إلى آخره، فكرة برضو فقط للعلم يعني. الفيلم ده فيلم المراهقات، وهو بطولة طبعا زي ما احنا عارفين السيدة ماجدة النجم رشدي أباظة، وهذا الراجل اللي انا كنت بحبه قوي وكنت بموت فيه انسانيا، كمان كنت بحبه قوي، العبقري حسين رياض، ست دولة ابيض، زيزي مصطفى، مدام زيزي مصطفى، مدام نادية النقراشي، عمر ذو الفقار، ست عزيزة حلمي، استاذ عدلي كاسب الله يرحم الجميع، يعني اللي راح مننا الله يرحمه، حشد كبير جدا من النجوم على رأسهم المخرج الكبير أحمد ضياء الدين، المخرج الراحل طبعا أحمد ضياء الدين. لكن أنا اللي بيهمني زي ما أنتم عارفين في هذا الفيلم، أو اللي يهمني أتكلم معاك وفيه، هو الموسيقى التصويرية. مين اللي عملها؟ عملها أندريا رايدر. وعشان أجيب من الآخر في موضوع أندريا رايدر، أندريا رايدر لا له سابق ولا له لاحق، هو شخصيا كده قضية لوحده خالص، موضوع يتحط على جزيرة لوحده، وبعدين من بعيد نيجي كلنا، يجي أي حد حاول يشتغل مزيكا تصويرية، يعني باللي سبقونا باللي يمكن جايين بعدنا. ليه؟ لفهمه العالمي المعجز للأوركسترا وتعامل الموسيقى الشرقية من خلال هذا الأوركسترا. خواجة عم أندريا ده خواجة، ما هوش مصري في الأساس لكن عاش وتربى هنا، اتعلم هنا، نهاية الأمر بقت خلطة مشطشطة، حاجات خواجاية على حاجات مصرية على، لكن يبقى أمر هام وشديد الخصوصية الأندرية، إنه صاحب الفهم الوحيد المتكامل الحقيقي للأوركسترا. تسمع جملة من أندريا، تسمع طريقة تركيب الأوركسترالي، تقول الكلام ده كان ممكن يتاخد يتلعب في لندن في الهارمونيك، يتلعب في أي حتة في الدنيا، ويتلعب بشكله اللي قاله أندريا. وهنتفرج من خلال الفيلم، أنا قعدنا برضو ذاكرنا الفيلم، إيناس جوهر، خالد شبانة وأنا قعدنا ذاكرنا الفيلم، وانضم لنا عمرو الصيفي كمان المنتج الفني بتاعنا، ذاكرنا وحددنا بعض المشاهد اللي هنتفرج عليها، هنتفرج عليها ونسمعها الحقيقة، لأنه لازم يتسمع أندريا، لازم يتبص عليه على رواقة كده. أول مشهد أما رشدي أباظة عدى عليها بالطيارة فوق المدرسة، سيبكم من معقولية أو عدم معقولية الأمر، يعني مش قضيتنا قوي، ما تخصناش، خصوصا ونحن نحلق معها في عالم من الرومانسية اللي بجد يعني، فمش مشكلة بقى، بص لها من الطيارة ولا شافها وهي مش عارف بتعمل ايه، ولا ضحك وانبسط لما حصل، مش قضيتنا قوي يعني، هنفوت بعض الأشياء في مقابل أن نعيش لحظة رومانسية حقيقية. من أول لحظة في تيمة اسمها، أنا بسميها تيمة الطيارة أو تيمة علاقتهم، لكنها ارتبطت من أولنا بالطيارة في الحقيقة، اللي هي جودة، كلمتين صغيرين جدا، إنما متعامل مع الأوركسترا تعامل مش ممكن، ماسك لغته بسهولة جدا، ماسك حروف الأوركسترا وبيلعب بيها زي ما هو عاوز، عشان يحقق يوفوريا الفرح دي، عشان يحقق حالة الانتشاء دي، البطل بتاعنا مين؟ الترومبت، آلة نحاسية، عشان يدينا جو ربما ديزني لاند، ربما احد ملاعب الصواريخ في اوروبا مثلا، جو ما، جو من الفرح، جو من الانتشاء الغير مصدق، العالي الرومانسيه في نفس الوقت والعالي التاثير في نفس الوقت، خلطه بين الوتريات الصاخبه جدا وبين والترومبت على راسها بيزق قدام لوحده، وتصاعدات على حسب الحال. بعد اذنك خالد نتفرج على التيمة وانا هعلق في وسط السكة كده. احنا الطيارة طبعا واضح موضوع يعني، مش بقى الفصل هيسمعوا الطيارة،
بص بقى خلي بالكم هيخش بالمزيكا فين، احنا كل ده مع الساوند افكت مع المؤثر الصوتي، خش بالمزيكا من اول ما بتمسك ايد صاحبتها ايد زيزي مصطفى اهو. ترومبت ترومبون من الخلفيه وتريات معانا بتحلم بيلي 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 بيلي، الجو ده خشب من بعيد. التيمة دي مهمة جدا في الفيلم ده. الله يا راجل نقلة أكور فظيعة، نقلة تشكيلة أوركسترا. اليوم الدراسي باظ وتعطل، مش قضيتنا قوي يعني، مش مشكلة، خدوا أجازة أسبوع أي حاجة، لكن الواضح أن حالة النشوة هذه مستمرة، حالة الفرح اليوفوريا دي مستمرة. الكورنو ده توتا، ده الكورنو. هي في بيتها. شوف الجد الميت، شوف الراجل الجميل ده يا جماعة، والطيارة مع الجد برضه. بتقول له رسم كحكة. طالبة فعلا يعني، الحقيقة برضه حوارا مكتوبة حلوة قوي دي. الكورنو هنا السيد بيخش النحاس مرة تانية وبتخلص هذه التيمة. أعتقد إنه هذا العرض الأوركسترالي أعتقد وبأمانة شديدة ما سمعناهوش قبل كده في مزيكتنا التصويرية الخاصة بأفلامنا المكتوبة خصيصا للفيلم، يعني مش جايبينها من سيمفونية من كونشيرتو من حاجة بالشكل ده. المشهد اللي بعد كده كمزيكة تصويرية مشهد مركب جدا. ليه؟ أقول لك. بيبتدي حسين رياض المقهور وهو بيكتب خطاب الرفض، تعالوا نسميه نمرة واحد موسيقى الرفض. والرفض هنا رفض مش من القلب، رفض متردد، ولذا بتظهر المزيكا مترددة. بناخد الوتريات والكلارينيت، وتريات غليظة ومعها كلارينيت. خلوا بالكو التيمة هنا تا 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 تا، ده بالضبط الخماسية دي تا 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 تا، ست خبطات. الست خبطات دول بنلاقيهم في أربع أشكال. الأول قلنا الوتريات الغليظة، وراها على طول بيخش الكورنو اللي هو الفرنش هورن يعني، وراها على طول الأبوة ثم تستلم الوتريات. الوتريات أول دخول، أول ما الست دولة أبيض بتاخد الورقة. ليه بيجزأ هذه التجزئات؟ بيجزأ هذه التجزئات عشان تساعده على نقلات صورة كمان. طيب بيحصل إيه؟ بيحصل إنه أخوها بياخد الورقة، بتفضل المزيكا معانا، وبعدين بتحصل وقفة باوزة، بنقف لأن هناك لحظة أخرى نستعد لها نحتشد لها، اللي هي لحظة ما هي بتجري على فوق. تعالوا نسمي المنطقة الجاية دي منطقة رد الفعل. هي خلاص عرفت أنه اترفض، بتطلع على فوق، بتقف في البلكونة، بتعيط. تيمة الحب، تيمة الطيارة تارارارارا دي، لكن المرة دي من غير يوفوريا الفرح، من غير النشوة، لا المرة دي التيمة منكسرة. الأوركسترا صحيح معانا، صحيح هناك الجيشان، نفس الجيشان العاطفي، لكن المسيطر هنا الوتريات. لحظة ما العربية بتمشي بتاعته بنخش على المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الوحدة. هي الكون كله خلص حواليها، خلاص مفيش حاجة تستاهل، عشان كده الأوركسترا كله بيمشي ويسيب الوتريات لوحديها، وكأن الوتريات في هذه اللحظة هي اللي بتعبر عن الست ماجدة في هذه اللحظة الوحيدة المقهورة المظلومة إلى آخره إلى آخره. بنيجي للمرحلة الرابعة، فجأة بتسلمنا هذه المزيكا إلى مرحلة قد نسميها أو منطقة قد نسميها منطقة الانهيار.
الانهيار، هي بتنهار بتقع، بتبتدي القيمه دي بانها وقعت. اوركسترا بيمهدنا لهذه الواقعه، لهذا الانهيار الكامل. خالد نتفرج ونسمع بعد اذنك. صمت. اول ما هيبتدي يكتب معانا المزيكا اهي، هي طبعا رياكشنها على السلم كان. ادي تاني نقله، ادي تالت نقله، بنكتب الست دوله اهي جاي اهي. خدتوا بالكم بقى من نقلات التتابع، واحد بيسلم التاني. فتحنا الباب طلع، ده وادي الباوزه هتيجي اهي الوقفه. وقفنا بالمزيكا تمهيدا اهو. طالعه هي خلاص حاله اللي قلنا عليها دي، اللي هي حاله رد الفعل. نفس التيمه اهي، الخشب بيقول والوتري وراه. خلوا بالكم خبى الترومبت بقى، مفيش الفرح، ترومبت موجود لكن من بعيد من ورا الخشب هو المسيطر، وشكل الاوركسترا من ورا الابوه موجوده بكثافه، اوركسترا من ورا حزين. العربيه بصوا بقى الوحده، شفتوا كل اوركسترا ساب الوتري وخشب من تحت ضعيف جدا اهو. الانهيار بقى، ادي اخر شكل في التيمة. بنفس التيمه، خلوا بالكم شوفوا التسلسل اللي بيعمله الراجل العجيب ده، نفس التيمه، التيمه الصغيره جدا انت هتقع اهي. ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ ده كلمتين تا 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 تا. ايه الموضوع؟ مفيش اكتر من كده. التيمه اللي بعد كده برضو ما يعملهاش الا اسطى الحقيقه يعني. شوف يا سيدي، التيمه بتبتدي بتيم التوتر نفسي، دي هتقابلنا بعد كده على فكره، وهتكبر معانا، هتكبر جدا معانا في بقيه الفيلم يعني. لكن دي اول مره بنقابلها هنا، بدايه التوتر النفسي. هي لوحديها